حلم أهالي الرقة يكاد أن يصبح حقيقة شيئا فشيء بعد حرب طاحنة دمرت الحجر وكان تأثيرها سلبا على نفوس البشر بسبب ما خسروه من بنى تحتية وحرمانهم لأغلب حقوقهم اليومية. كل ذلك عانى منه أهالي الرقة في زمن حكم داعش الإرهابي على مدينته، لكن اليوم بعد تحريرها على أيادي قوات سوريا الديمقراطية بدأت تتكشف ملامحها بإعادة الكهرباء لمنازلها وتنوير شوارعها برعاية لجنة الطاقة والاتصالات التابعة لمجلس الرقة المدني. لقد قامت لجنة الطاقة والاتصالات مجلس الرقة المدني بإعادة تأهيل كهرباء القطاع الأول الرقة القديم كافة المراكز، وإن شاء الله نوصل للمنازل الكهرباء بعد هالدمار صار كلياته، ولقينا الشبكات من سرقة الأمراس الألمنيوم والعمدان منهارة بسبب القصف، وإن شاء الله الآن قاعد نعيد تأهيل القطاع الأول الرقة القديمة كافة المراكز 13 مركز إن شاء الله، ونوصل الكهرباء إلى المنازل. الشباب مو مقصرين يعني بتمديد الكهرباء، وبعد فترة بلقونا تشتغل عندنا إن شاء الله، وفرحتنا ما تنوصف يعني بالكهرباء بعد الدمار وبعد صار علينا. نشكر لجنة الكهرباء والاتصالات بعد هذا الدمار وعلى تمديد الشبكة، والله ينطيهم العافية وعلى كل من ساهم بهالمشروع، ونتمنى لهم التوفيق والأعمار المديدة. تعتبر هذه الخطوة من خطى إعادة إعمار الرقة وترميمها وبث الأمل في قلوب قاطنيها، وتعتبر الكهرباء من مقومات الحياة اليومية لدى كل بيت وأسرة. والله أول ما جينا على الرقة لسه على الحرب، وتعرف أنت على الحستين لا ما شاء الله نوروها على كل شوارع الرقة، وخصوص شارع باسل ما شاء الله بالليل منور، وهاي بما أنه أنا ساكن بالشارع، وإن شاء الله تنور على الرقة كلها بإذن الله ويجيبون الكهرباء على الرقة كلها. وفي سياق متصل، محافظة الرقة من المحافظات السورية الغنية بمصادر الطاقة الكهربائية، كونها تنتجها من سد الفرات الذي يقع في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.